بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين عندنا بارت، والبارت ده عباره عن براكت. البراكت اللي قدامنا ده او الجزء اللي قدامنا ده بيتكون من القاعده فيها مجرى حرف يو، وفيها تقبين. التقبين دولت المفروض هي الاماكن بتاعه التثبيت بتاعتي، يعتبر هنا في مسامير هتبدا هتثبت الكلام ده، وفي جزء عصب شايل اسطوانه، والاسطوانه دي اللي هيبدا عليها الحمل، بقى حاجه هنا متعلقه عليها، اي حاجه محطوطه هنا في الجزء ده. والحمل هنفرض الحمل بتاعنا عباره عن 1200 نيوتن. الابعاد بتاعه الشكل بتاع البراكت ممكن واضحه قدامكم في الصوره اللي قدامكم. قال لك ان البراكت اللي قدامك او الجسم اللي قدامك مصنوع من الستيل، قيمته 210 جيجا باسكال بالنسبه للمودلس اوف الاسيستنت. الكلام ده عشان نبدا نحسب بقى الكلام ده، بنشوف الاحمال دي بتبدا تعمل لي ايه. فهي بتبدا تاثر لي على الجزء بتاع يعني احنا لو عملنا بلود هنا هتخلي ان الجسم ده عاوز ينزل تحت ويبدا يرفع الجزء ده لفوق، فبيبدا يعمل لك ايه تنشن على المسامير بالنسبه لك. وبتبدا تشوف بقى الاحمال نتيجه ان الحمل ده في المسافه دي عاوزه تبدا تعمل لك مومنت على الجزء ده، فدي مجموعه الاجهادات اللي بتاثر عنك. فتقدر بقى تحل الكلام ده، ونقدر نشوف باستخدام احدى النظريات عشان نقدر نشوف الاحمال اللي جايه لك نتيجه النورمال والشير، ونقدر نحسب معامل امان عن طريق ان السيجما ييلد على السيجما في. هو الراجل طالب منك ايه؟ طالب منك الاسترس والاصطاله ومعامل الامان. تعال نروح الكلام ده نقدر نعمله ازاي على برنامج السوليد وورك. فاحنا بالنسبه لنا رسمنا شكل الموديل بتاعنا في الصوره اللي قدامنا. هنروح على الجزء بتاع الاستاتيك او المديول الخاص بالسيموليشن، ونبدا نقول له اعمل لي اول حاجه عرف لي الماتيريال بتاعتي. وانا عاوز ابدا اعرف ان الماتيريال بتاعتي عباره عن الستيل، فانا هشوف ستيل قيمته 210 جيجا باسكال. فبالنسبه لي ادي الجزء بتاع الستيل 210 جيجا باسكال، واعمل ابلاي وابدا اعمل كلوز. انا كده عرفت اول خطوه بالنسبه لك في عمليه المحاكاه بتاعتنا او موضوع السيموليشن، اللي انت تبدا تعرف الماتيريال. الحاجه اللي بعد كده عندك الامر بتاع الكونكشن. انت ما عندكش ما بين ما فيش عندك جزئين، انت عندك الجسم كله بيتكون من جزء واحد، فما عندكش اي اتصال ما بين او كونتاكت ما بين جزء والتاني. وتعال نختار بقى اماكن التثبيت، فاعتبر اماكن التثبيت هي الاماكن بتاعت الثقب اللي هي مكان المسامير. وهبدا اعمل علامه صح، وبعد كده ابدا احط الاحمال. فانا عندي هنا احمال، هقول له احط احمال على الجزء بتاع الاسطوانه، وهقول له ان قيمتها ب 1200 نيوتن، وابدا اعمل علامه صح. الخطوه اللي بعد كده هبدا اعمل جنريت للمش او اعمل كرييت للمش، وهقول له اعمل لي رن اللي هي عمليه المشنج، وابدا اشوف شكل المش بالنسبه لي. لو الشكل اللي قدامي بالنسبه لي مسموح بيه او اقدر اعمل فيه تعديلات في عمليه المشنج عن طريق ان انا ابدا اضغط كليك يمين واعمل هنا ابلاي مش كنترول، وابدا اعدل او اعمل كرييت للمش وغير في المقاس بتاع الاليمنت سايز بتاعه. الخطوه اللي بعد كده هبدا اعمل عمليه الرن وابدا اشوف النتائج بتاعتي. طبعا عمليه الرن بتتوقف على عمليه المشنج بتاعتك، سواء بقى في التايم والكلام ده. حل الكلام ده بيطلع لك من البرنامج، بيطلع لك ثلاث نتائج تلقائي، هم الاستريسز باستخدام احدى النظريات اللي هي عباره عن بول ميسز والديسبليسمنت والستريس. تعال نشوف قيمه الاستريس بالنسبه لنا هي الاهم. قيمتها ب 77.8 ميجا باسكال، ده بالنسبه لقيمه الاجهاد اللي مؤثره على الشكل قدامك. لو احنا عملنا هنا انيميت للشكل هتلاقي عندك هنا ايه؟ ان الجسم فعلا عاوز يبدا يعمل لك هنا مومنت بيأثر على الجزء، وعاوز في نفس الوقت ياخد المسمار ويطلع لفوق. فبالنسبه لنا الجزء ده اللي عليه الاجهادات. تعالى بقى نشوف كمان قيمه الاسطاله. بالنسبه لي قيمه الاسطاله هتكون عباره عن 0.05 ملي متر، واقدر اقول له احسب لي بقى معامل الامان، احسب لي الفاكتور اوف سيفتي باستخدام نظريه الفون ميسز، واقول له شوف معامل الامان قيمته كام. معامل الامان طلع لنا بقيمه 8، لان هو جاب الاجهاد اللي هو عنده عباره عن 78 تقريبا، وجاب شوف السيجما ييلد بتاعته كانت ب 600 وكسر، وقسم 600 وكسر على الحاجه و70، طلع له قيمه ان معامل الامان قيمته ب 8، وده الكلام ده طبعا سي او مور سي. الحاجه اللي بعد كده تقدر تقول له انا عاوز اطلع نتائج ثانيه، زي انا عاوز ابدا اشوف النتائج الاسترس اللي بتاثر.
سواء بقى على النورمال ستريس في اتجاه الاكس او الواي او الزد، او عايز تشوف بقى الماكسيموم شير ستريس، يعني انت تقدر تقول له انا عايز اشوف الاسترس اللي حاصل عندك، او عايز تشوف بقى ايه البرنسبل ستريس بالنسبه لسيجما واحد، تقدر تشوف النتائج بتاعتها قيمتها بكام، وتقدر تقول له انا عايز اشوف كمان الاسترس بالنسبه ل البرنسبل ستريس او سيجما 2، اقدر اشوف النتائج بتاعتها واقدر اشوف قيمه كمان سيجما، او اشوف بقى قيمه الشير ستريس. بكده احنا خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.